بعد هذه الفيضانات تم تشكيل خليه متابعه وبحث وانقاذ للبحث عن المفقودين الذين جرفتهم المياه، وهذا تحت اشراف السيد الوالي وبدعم من السيد المدير العام في الفرق السيروتقنيه وفرق الغطاسين. وكلت هذه العمليه صبيحه هذا اليوم بالعثور على الطفل في كبير كتماء وتم انتشاله من طرف الغطاسي الحماية المدنية، وكذلك العثور على المواطنين الاثنين الباقيين بواد ميطر بالقرب من تحت السجن المدني لمدينة بوسعادة، وهذا بمشاركة جميع طبعا السلطات الأمنية والقطاع العسكري وكذلك المواطنين.